ياي كي يكون كاين الحد في هذه الأرض نعودوا نحدوا بعضنا ونسهلوا الأمور ونقلدوا هذه الحياة نقلدوها جنة ونحدوا أكل الربيع ونعودوا عايشين مليح والجزائر مستورة وإن شاء الله دائما واقفة. هذا قليل مش قليل ولكن وش بالأخص يعني وش هي الأولوية؟ أيوة تلو تهدر هكذا الأولوية يا الأولوية هو جدري الوليدات الصغار داش نعطيهم الحكمة والتوجيه وانا حددت الجزائر يعدوا يحدوا دزياف دزياف الجزائر هذا هو المقصود هدنية فهمتك فهمتك صح داكور ما تهوشنيش لا شكرا جزيلا وسهلنا على جناعة كامل وقول لهم انا نحد كن حد كن حد كن حد كن